نذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. قال الإمام الرحبي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا في منظومته الرحبية: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، يعني هؤلاء 10. أما الوارثات من النساء فهن كما ذكرهن الإمام الرحبي في منظومته الرحبية: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.